قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الإنسان: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فأي داخل للجنة سيكون له ملك كبير لا يقارن بملك أي ملك من ملوك الدنيا أيا كانت درجته. فلذلك تصور أن الملك لا يتم إلا بعدد هائل من البشر من الناس في خدمته، وعدد من الجند وعدد من الخدم وعدد من النساء وعدد من الولدان، بالإضافة إلى ما يتعلق بالملك من الآلات والأبهة والقصور والمنازل الفخمة، بالإضافة إلى اتساع الأرض والرقعة. الملك لا يتم إلا بالشعب والأرض فكل ذلك يجده الإنسان. وأيضا هذا الملك ليس شيئا يسيرا، كبير، ملكا كبيرا، فهو ملك عظيم جدا. ويشمل هذا عدة أمور، منها أن الإنسان مالك لذلك فلا يزايله، فملك الدنيا لا بد أن يفارقه الإنسان. ولذلك أشهد عمر رضي الله عنه في ضجنان قال: لا إله إلا الله، كنت أرعى إبل الخطاب على ضجنان، فكنت إذا عجلت ضربني وقال لم تعشي، وإذا أبطأت ضربني وقال ضيعت، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه، ثم أنشا يقول: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، ويبقى الإله، ويفنى المال والولد، لم تغني عن قيصر يوم خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان وإذ تجري الرياح له والجن والإنس فيما بينها تبيد، أين الملوك التي كانت لعزتها من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. هذا ملك الدنيا، هذا ملك الدنيا فهو زائل. وكان هارون الرشيد يقول عند موته: اللهم يا ذا الملك الذي لا يزول ارحم من زال ملكه. فلذلك ملك الدنيا يزول، وهذا الملك باقي مخلد دائم لا يفارقه الإنسان أبدا أبدا الآبدين. الأمر الثاني أن هذا الملك فيه نفاذ الكلمة، فلا يعقب له على أمر، ولا يخالف له رأي، ولا يسمع إلا سمعا وطاعة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، يدعى لهم بالسلامة والسلام دائما. الأمر الآخر ولاية الملائكة، فهي داخلة في هذا الملك الكبير. فسليمان في الدنيا جعل ملكه الإنس والجن والرياح، وداود دخل في ملكه الجبال، لكن ملك أهل الجنة أي فرد منهم يدخل في ملكه حتى الملائكة، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الدار. فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالملائكة أولياؤهم في الحياة الدنيا نعم، لكن هم أولياؤهم في الآخرة أيضا، ولذلك يدخلون عليهم من كل باب السلام عليكم مما صبرتم فنعم عقبى الدار. كذلك يقتضي هذا الملك كثرة ووفرة في المعدات والأجهزة وسائر الأمور.